لازم تتدرب عليه، تدرب لو تلعب مباريات كذا. يعني ادخل مال طور المهارات، ما ادري وش خيبة. انا ما استخدم عداد، ما ادري والله، انا ما استخدم عداد. قبل كنت استخدم بس ما احسه كذا، يعني ما منه فايدة. هذا اللي صغير تتباه، ما اعرف والله ذي كيف يحطوه. وانا فهمت قصدك، تقصد البار. البار الحين ما موجود بالهذا، البار موجود يوم تشوت تحت على اليسار كذا اللاعب. شفت؟ كسختك. طال عمري مال. بس ليلة مسخرت ياك وايد. هلو، انت مانيش خاطك. شوف هذا، شوف ذا الاسود اللي قاعد اتحكم فيه انا. هذا لا وينه؟ شوف خلوف كيف طلع اخضر فوقيه.
يلا خليفة دقكس وينك؟ تمام ما تكلم ما اسمعك. يديني تحكي هلق ايه اخوي الحين بطلعنا. كسرته. نلعب جيم ثاني ولا نبند؟